عنا وليدي عليكم لا كذبت رانا بحلمكم. دخل الحنش من لي والمراه تغوت قالت لي غادي عندنا غادي عندنا قلت لي غسختي قلت لي دخل وليدي مرحبا بك بغيت تبركي ما تهدينا ما ناديوك بغيت تمشي الله يعاونك خفت انا نضربوه ما عندنا ما نصوروا ليه اللهم خليه ياكل بعدا الفار يبرك في هذيك البلاصه اللي هي ناد خرج ورد امويها ومشى ما اسوشينا ما دونا ما ضربتو ما والو هذا الشيء اللي عطى الله. حاول تحكي لنا على السفاده ديالك علاش ما استفدتش؟ السفاده جيت عطاوني مع الرمالات عطاوني معاهم السفاده عطا لي حسن شديتها تبعني المقدم قال لي تشوف حط لي الراجل كيفاش كارتو؟ غير نشوف اش عطاوك؟ الزيوي ولد الحمريه الحميد حط لي الراجل قال لي دي معاك راه ولدك قلت له ولدي انا ولده ما عاقلاش عليه قال لي دي معاك معاك في السفاده دي معاك في السفاده ما عندو ولاد ما عندو مراه ما عندو حتى حاجه دي معاك عازي دي معاك قلت لي ما نديش قال لي دي تبعتو حتى لعاد نقدم الاخر قلت له حط لي هذا السيد راه ما نديش قال لي سيري سيري دير الله خير جيت تا وليدي السفاده وجيت عدت فين ما مشيت نشكي عليهم يقول لي بقاي دابا نجيو عندك هانا لا مر اليوم عندك شي وليدات امي فاطمه عندني بنت وحده عندي بنت وحده ها ما ساكناش معاك لا كانت ساكنه معايا بنت بنتي كنت مربيها ودخلي عندي هنا القايد حسن ولي سيري ديري لي شهاده عدليه ودرت لي شهاده عدليه وتشابت قريبه لعمها قال لي خسرتي 12000 الدواء الفوقها بلا حاجه لي قريبه لعمها ما تحط ما ديريش لي 12 شهاد قال لي دير لي قلت لي دير لي ابو الكفاله بين ما مكفله بها انا وهي ديك البنت ما بقاتش معاك لا ملي وليدي جاو هنا ورجبوا لي الراجل قال لي يا راجل ما نخليكش انا هنا ولادي عندهم بعض العقارب ما تبقايش هنا داها كري ليها وانا بقيت بوحدي راه دوكا كاري ليها ودابا انت يا امي فاطمه اش من وقت فاش ريبولك انت هنا ما عاقلاش ما نعرف نقرا ما نعرف نحسب ما نعرف حتى حاجه وليدي الوقت اللي رجبوا لي هذيك خيبتني رجبوا لي السيد هنا حدايا رجبوا لي انا معاه شي 4 سنين دابا ها شي 4 سنين شي 4 سنين انا باقا هنا وانت عايشه في هذا عايشه هنا نحمد سيدي الكرتون هذا ما كاين لا قصر لا والو ما كاين لا قصر لا والو الميكو الكرتون او ما تخافيش شحال فيك العافيه ما نخاف من العافيه خوف من الله امن سيدي ربي ونشهد نقول شهاد ولا اله الا الله محمد رسول الله ورقد جاو عندك شي حد من الناس ديال السلطه قدميه قايد ما جاش جا القايد هو مقدم وقفوا عليا خرجت عندهم خرج لي من الوراق وريتهم هاد الوراق اه قال لي سيري سيري فوت العيد ما يبقى حتى واحد دخلي الوليد الوراق ودخلي ملي مشيت عند وليدي نكرني قال لي ما كايناش تي سيدي عباد قال لي دري المقدمه وديرها هذه قال المره اللي خرجت لينا الوراق قال لي لا ما ساكناش في سيدي عباد فاطمه النعيمي ما كايناش في سيدي عباد شكون هذا اللي قالها؟ القايد قلت له وي قلت ما قال فمي قلت له ويلي الاول اللي كان هنا هذا قلت انا ويلي 50 عام وانا في سيدي عباد وما بقيتش فيه شحال من عام وانت هنا؟ 50 عام وانا هنا شحال في عمرك؟ كان معايا راجل عادي 80 عام 80 كان معايا راجلي وراجلي مات الله يرحمه مات 20 عام هذه وانا بقيت هنا انا باقي ما داروا معايا تحل لا كارت ما بغاو يصاوبوا ليا الراميد ما بغاو يصاوبوا ليا شهاده السكنه ما بغاش يعطيها لينا وانا مسقيت ما بغاش الوقيته اللي مات راجلك قلتي 20 عام دابا 20 عام باش يعني فاش جات الاستفاده انت اللي تحطات السميه ديالك انا اللي كنت نتحصن انا اللي كنت نتحصن راجلي ما كانش بارك انا كان في البلاد نتحصن انا والدريه حيد هو قال لك حاجه صافي تجوج الله يعاونها بقيت انا ما داروا معايا حتى حاجه وكما تتجوج شي وحيد حتى انا هذاك الشيء اللي باقي انت نشد السفاده صحيحه ونتجوج ان شاء الله من هنا لقدام ان شاء الله تشوف في الموت واخا امي فاطمه دابا مده هذه ديال 4 سنين وانت عايشه بهذه الحاله هذه لا معين لا حتى واحد كيروف عليك لا يروفوا عليك الحوايج الجواد الحباب يجوا عندي العيالات مولات 400 مولات 1000 فرانك ما عديش ما خاصنيش ما تخرجيش تسعي برا ولا لا ابدا لا ابدا الحمد لله يجوا الناس كيروفوا ولا كنت شحال نموت ليش نبقى عاد نخرج نسى نموت ليش نبقى عايشه؟ قال قرن من النفخ يعيش خلي الميكروات عندك امي فاطمه واكله شاربه نحمد سيدي ربي الحميد الله شاكر الله
دابا لا ضو لا والو. كاين عادي الضو عادي كلشي. كاين الضو. عادي التلفازة عادي كلشي عادي نحي التلفازة نطفي ندير الراديو عاد راسي ورد. وراك عايشة الرومانسية من برا. عايشة هاني بخير وعلى خير. نحمد سيدي ربي. نحمد سيدي ربي اللي جا مرحبا بيه. العيالات الرجال اللي جا عندي مرحبا بيه. مرحبا بيه. أنا عايشة أنا مع الجواد. عمر صير يوم خرج الدراري شربواتي اللي جاو عندي شربواتي اللي عيط على مويه نعطيه قرعه اللي عيط على حاجه نعطيها له. عيط الماء منين كتجيبي الماء؟ الماء هو جاي من الدوله. الماء ديال الدوله. عندك شي روبيني هنا؟ ها روبيني جاي من هنا. جاي من هاد الجي؟ اه اللي ما جايش من عدادو. مدبر على راسك امي. لا الروبيني جاي من هنا بقى انا ود الحمر يا مصطفى. شاد من عدو الماء جاي من عدو جاي ليه. هو الحمد لله. حنا شادينه مع سيدي عباد. الماء جاي من هنا مع سيدي عباد. ايوا رحنا عايشين باش عطا الله. الحاجه اللي ما سطاش وليدي نصبر فيها ونبرك اش بغيت ندير؟ خدي الدراري باغي نغوتو ليا هادي ربع سنين ما عمر عييت ولا تا العشرات تا الحداش نمشي عاد بنتي ونجي في حالتي نرجع المحال ما نرقد عاد حد ما نمشي عاد حد. بنتك فين كتسكن؟ اه تسكن في برادعه. اه هنا راجلي عساس في مشروع. تما الحاله ضعيفه. ما كاينش هو مريض معوق دار رجلو مهرش من رجلو عنده وحده يمشي على وحده. نعم كنشوفوا بان يعني عايشه تحت من الكارطون والميكا. كدوزي النهار ديالك؟ ندوز بخير وعلى خير. ناكل علاش قدرت نشرب علاش قدرت بغيت نعيش نعيش بغيت نتفرج نتفرج ما نسول لحد. مش الشكي كديري مع الكارطون ملي كيسرد لك؟ يا إذا براس يسرد نوكح الماء اللي سردت غادي تنشف. واش بغيت ندير وليد؟ عادي ما ندير ما نمشي عند حد ما نخرج عند حد. جا واحد الليله هنا صاب عليا الراجل ولد الكامل صاب هاد الدنيا عامر عليا هنايا وكح معايا مسكين الماء ومشاق قال لي واه صبري يا امي فاطمه لستيش ما تصبري. جاو الصحافه صابوا البلانيات عامرين وسطولي عامرين قال لك الوالده بغيت تبقى فيها الماء قلت لي انا غادي نبقى فيها الماء اللي كنت باغي نموت نموت. هادشي اللي عطاه الله وليدي والصغر حمد سيدي ربي. تو ما تقدريش تمشي عند بنتك تعيشي؟ لا ما نمشيش عندها. تو ما الحاله ضعيفه. تو ما الحاله ضعيفه وراجله واعر ما نمشيش. تو ما في البرارك في برادة. تو ما في البرارك. مي فاطمة انا كنشوف هنا واحد الورقه عطيتيها ليا فيها الرقم الترتيبي ديالك 381 انت وشي واحد اخر. هذاك هو اللي قال لك دي معاك. هذاك الراجل اللي حاطو لي ولد الحمريه قال لك دي معاك. هذا هو اللي قلت لك آه. جري معاك ديريه ولدك. دي معاك ديريه ولدك راه ولدك حط ورقه قال لي راه ولدك. دابا انتم النمره وحده؟ لا النمره ديالي جات فيها النمره تحت لاكارت ديالي وعطاها لي مع الارمالات. الراجل تبعني قلت لك حط الراجل بستيلو قال لي فاطمه النعيمي زيد مصطفى عزي في العاني. وهي راه كتب لاكارت ناسيونال ديري غير ديالك انت. اه تعايرت انا وياه. ولكن هاد السيد هات هاد السيد اللي سميتو مصطفى وكان ساكن في البراكه اللي حداك. ها واش شرا هذيك البراكه ولا البراكه؟ لا البراكه زريبه ديال خوه كان ساكن فيها خوه داير فيها الحوت وعطاه هو وختو بركو فيها داروا محل وبركو. اختو كانت كلمة وخا ماتت بقى طفل فيها ما عطاوش. هذا الشيء اللي عطا الله. شحال من عام هو كان ساكن هنا مصطفى؟ قديم توا؟ توا قديم توا كان ساكن نوبل ولا مع خوه عقب جاري هذيك البراكه العام الله شحال بركي عامين ولا ثلاثه ولا ما نعرف. دابا امي فاطمه انت دابا قلتي لي قبيله ما كيبغوش يعطيوك شهاده السكنه ما كيبغوش يبدلو ما بغاوش يعطيو لي حتى حاجه. هو كلشي واحد هنا كيعترفوا على ان النمره ديال لاكارت ناسيونال ديالك هي هذه وكيعترفوا على انها دوار سيدي عباد بن يخلف المحمديه. شنو درتي معاهم؟ شكيت على القايد ما بغاش غنهار خميس تعاقدنا مع تعاقير قلنا لي خلي السيف هذا غير شهاده السكنه ما بغاش. دابا انت لاكارت مساليه مسالي بجوج هاهما بجوج وافين. ها بغيت نمشي باش ندافع على عيني نفتح على عيني ما بغاوش لاكارت وافي ولا كارت الاخر وافي. عادي ثلاثه راه الاخر تاهو وافي درت الاول والثاني. واش ندير وليدي ندار مع المخزن ما بغاوش. شنو تبغى تقول لهم الناس اللي عطاوك استفاده وحيدوها لك؟ واش جي لهم شي نداء ولا شي رساله للناس المسؤولين ولا الناس ديال العمل؟ هذا الشيء اللي عطا الله والسوق هو هذا هو قدامكم. شنو تبغى تقول لهم؟ كنقول لهم بغيت السيفانه ديالي بغيت السكن ديالي وبغيت حوج وجهي يتصاوبوا ليا هذا الشيء كنبغي. هادو كل لاكارت يتصاوبوا ليا انا باكي هنا كي اليمانه ما عندي لا لاكارت لا هادي لا ديك والو.
الا مرات بغيت نمشي للسبيطار باش غادي يدخلوني للسبيطار. والو. شكرا مي فاطمه، ونتمنوا على ان الصوت ديالك يوصل للمسؤولين ويساقوا.